وفي انطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، إشارة ملكية لبدء مرحلة جديدة تستمد ألقها من بناء متكامل يضم مختلف أوجه التفاهمات المشتركة بين عديد الجهات الحكومية الرسمية وبالتكاتف مع القطاع الخاص من أجل تحقيق أمثل لمصالح المواطن البحريني وتلبية آماله وطموحاته المشروعة بغد أفضل. فإنه لمن دواعي السرور والاعتزاز أن نلتقي بكم في رحاب هذه المؤسسة الوطنية لنفتتح بعون الله دور الانعقاد الثاني لمجلسكم في فصله التشريعي الخامس، متطلعاً معكم إلى مرحلة متقدمة من العمل الجاد والمتجدد بالبناء على ما تحقق لتستمر مسيرتنا الوطنية الواحدة على درب التقدم والاستقرار والرخاء. أذن لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس بالانطلاق، إشارة ملكية لبدء مرحلة أخرى من مراحل العمل الوطني الذي يستمد وهجه من ملامح مشروع إصلاحي شامل يتبناه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، مشروع يعبر عن مصالح المواطن البحريني ويحاكي مختلف آماله وتطلعاته المستقبلية المشروعة. خارطة الطريق للعمل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وتلامس احتياجات وخطة عمل الحكومة وتطلعات شعب البحرين للمستقبل الزاهر، وبالتالي تم تسليط الضوء على كثير من المفاصل الحيوية والانتقال إلى تطوير أو المرحلة القادمة من خطة عمل الحكومة. تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتحديدا أنا أتكلم في المجال الصحي، نحن نتطلع إلى طرح عدد من القوانين التي تحتاج إلى تحديث وتتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة. قراءة موجزة لما بين الخطوط العريضة التي احتوت مضامين الخطاب السامي الذي نادى بتذليل كل الإمكانات والخروج بثلة من الأفكار العصرية التي تبشر بديمومة دوران عجلة الإنجاز من أجل تنمية مستدامة. الكلمة كانت تحوي خطة عمل وخطة طريق من أجل العمل التشريعي والعمل الحكومي في مستقبل الأيام. تطرق جلالة الملك لأمور جدا من الأهمية بمكان أن نأخذ فيها الاعتبار، وعلى سبيل المثال مثل الذكاء الاصطناعي، وتطرق كذلك جلالة الملك إلى عدة أمور تتعلق بحياة المواطنين، تتعلق بالتقدم، تتعلق بالاقتصاد، بالازدهار. راح تطرح كثير من الأمور اللي احنا نتمنى أن تكون تحت اهتمام مجلس النواب لطرحها اللي ممكن تأثر تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني. آمال تبنى على معطيات تتوافر وواقع مليء بصفحات مشرقة، ما زالت البحرين تسرد مضمونها بثقة وتفاخر، فهي من استطاعت أن ترتب ما لديها من أولويات من الواجب تحقيقها ضمن خطة ممنهجة تنبري لها جميع مؤسسات الدولة وسلطات العمل فيها. مسار جديد لا يختلف عن سابقه ستسلكه السلطة التشريعية بذات أطر التعاون مع السلطة التنفيذية للإبقاء على روح الجهد الوطني الذي يبذل دون ما مقابل من أجل رفعة البحرين ونهضة شعبها المتآلف مع قيادته دائما. لتلفزيون البحرين محمد رشادات.